القصبة، هذا الحي العريق لا يزال يشكل تحفة معمارية، فبقايا معالمه الصامدة هي رمز يروي التاريخ والحضارة. اليوم الوطني للقصبة هو محطة استغلها ناشطون في مجال السياحة من مختلف ولايات الوطن لاكتشاف معالمها ولإدراجها كوجهة سياحية بامتياز. قررت الجمعية الوطنية لوكلاء السفر بتنظيم رحلة تعريفية ترويجية سياحية لمدينة القصبة، وذلك لهدفين. الهدف الأول هو التعريف بهذه المدينة العتيقة وكل المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها، وخاصة في المجال التاريخي وحتى من المجال المعماري، وإضافة إلى ذلك التحسيس بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، كونه يمكن أن يصبح مورد سياحي هاما. القصبة ومثلما هي إرث حضاري، تعتبر أيضا مقصدا للكثيرين، فمسجد كاتشاوا والبيت التاريخي للشهيد علي لابوينت ودار السلطان وقلعة الجزائر كلها معالم تستقطب الزوار، وبالخصوص جمعيات ناشطة في المجال السياحي. الهدف من هذه الزيارة هي ترويج بالمنطقة وجلب السواح محليين ولا من الأجانب. عنا برامج اللي نعملوا عليها بالجلب السواح الأجانب للتعريف بالمنطقة التي تعتبر يعني منطقة يعني تاريخية حضارية. راح نعملوا على باش تكون هذه الوجهة إن شاء الله مبرمجة لجميع شرائح المجتمع الجزائري وكطلاب وكجو العائلات الجزائرية، وخاصة أيضا في إطار ترويج لها للسياحة الخارجية. رغم أزقتها الضيقة وجدرانها المتصدعة، إلا أن القصبة تفتخر باستقبال زوارها، زوار يأملون في مواصلة ترميم هذا الإرث الثقافي ليبقى صامدا للأجيال القادمة.